السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ سامي بن بوزيان من مجموعة مدارس بلقم. تاريخ اليوم هو 20 مارس 2020. درسنا اليوم يتمحور حول التقنية الاعتيادية للجمع، الأعداد من 0 إلى 30. قبل البدء بشرح الدرس، أود التنويه على ضرورة تطبيق ما تم تلقينه لكم في النشاط التحسيسي. بضرورة الوقاية من فيروس كورونا، وأدعو الله أن يبعد عنا وعن جميع المسلمين آفات هذا الوباء الخبيث. وأشكر أيضا الأطر التربوية على مجهوداتهم المبذولة في مواجهة هذا الأخير. سوف نبدأ الآن بوضعية الانطلاق، وذلك من خلال مسألة سأمليها عليكم. تملك خديجة 12 خروفا داخل الحظيرة و11 خروفا بالمزرعة. سؤال: ما هو عدد الخرفان التي تملكها خديجة؟ سأعيد المسألة مرة أخرى، فانتبهوا جيدا. تملك خديجة 12 خروفا، تتملك خديجة 12 خروف داخل الحظيرة، في وسط الحظيرة، و11 خروفا بالمزرعة، أي 11 خروف بالمزرعة، يمكن يكون خارج الحظيرة. السؤال تيقول: شحال هو العدد ديال الخرفان اللي تتملكها خديجة مجموعين؟ إلا جمعنا الخرفان شحال غادي نحصلو؟ فهمتوا المسألة؟ يلا قوموا بتوقيف الشريط كي نحل المسألة. إذا بعد أن قمتم بالإجابات سأعطيكم الحل. إذا سنبدأ أولا بتمثيل الأعداد 12 و11 بالقضبان والمكعبات. العدد 12 كما تشاهدون رقم عشراته هو واحد، أي سنمثله بقضيب واحد، وهذا القضيب مكون من 10 مكعبات. أما وحداته 2، أي مكعبين. أما بالنسبة للعدد 11 فعشراته 1، أي قضيب واحد، ووحداته 1، أي مكعب واحد. الآن قمنا بتمثيل عدد 12 و11 بالقضبان والمكعبات، والآن سنقوم بتمثيل العددان 11 و12 في جدول العد من خلال القضبان والمكعبات. إذن كما قلنا سابقا، لدينا قضيب واحد بالنسبة ل12 ومكعبين بالنسبة للوحدات، وبالنسبة ل11 لدينا قضيب واحد في العشرات ومكعب واحد في الوحدات. إذا كي نقوم بجمع العددين 12 و11 سنقوم بجمع الوحدات أولا ثم العشرات بعدها. إذا 2 زائد 1 تساوي 3، و1 زائد 1 تساوي 2، وأخيرا سنحصل على 23. 12 زائد 11 تساوي 23.
سأعطيكم عمل منزلي تنجزونه في المنزل. أعلم أنكم في المنزل، لكن كعمل منزلي فقط. إذا ستنجزون التمرين الأول والثاني والثالث، صفحة 81 و 80، وكنشاط منزلي عليكم بإنجاز العمليات الأربع التالية: 12 زائد 15 كم تساوي، وأيضا 12 زائد 10 و5 زائد 19 و14 زائد 16. انتهينا من درس اليوم، وشكرا جزيلا على المشاهدة، وإلى اللقاء.